يصبح سؤال التنمية في آسيا سؤالاً ضرورياً ومفصلياً وليس عنواناً ترفياً وشعارياً، وبالتبعية يصبح الحديث عن التعاون بين دول آسيا حديثاً يتماشى مع منطق التاريخ وحقائق الواقع. نعم، على آسيا أن تتعاون وأن تتعاضد وأن تتكامل، على آسيا أن تنفض عنها عقدة النقص وأن تؤمن باحتمالاتها وبمستقبلها، وحتى لا نستمر بوصم قارتنا الكبيرة العظيمة بأنها قارة الجوع والعوز والفيضانات والزلازل والسيول كما يراد لها أن تبقى. علينا أن نستمر في العمل حثيثا من أجل ترسيخ ما بدأنا به منذ زمن، وهو إعطاء الصورة الحقيقية لآسيا، آسيا الغنية بالموارد النفطية والطاقة، آسيا الصناعية الصاعدة بقوة، آسيا التقاليد العريقة والطقوس الإنسانية الغنية، آسيا الديانات القديمة ومهد الحضارات البشرية، آسيا المتنوعة الملونة المدخمة بكل الفسيفساء البشري الجميل، آسيا التي تضم بين جنباتها ثلثي سكان العالم وتقف على مخزون ضخم من السحر الثقافي والحضاري، آسيا التي ارتبطت صادراتها عبر التاريخ بكل ما هو كمالي وباذخ ومترف كشهادة حية على غناها وازدهارها، آسيا الحرير واللؤلؤ والسجاد والخزف الصيني والزعفران والبخور. وإنني لأسأل هنا، كيف تجوع هذه القارة العظيمة وتقطع فيها بفعل السياسة والحروب والصراعات أوصال التعاون والتفاعل؟